العالمين بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه وصلت اليوم الاحد 27 سبتمبر 2020 الدفعه الثالثه عشر من لحوم الاضاحي وخضار اسوان. يصل اجمالي ما وصل الى محافظه الدقهليه حتى الان 41 طن من نتاج مشروع سقوط الاضاحي لهذا العام. نتقدم بخالص الشكر لمعالي السيد الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف على هذا النشاط الاجتماعي الطيب. والان يتم توزيع الدفعه بمعرفه الساده مدير الادارات الفرعيه على الاسر المستحقين الشرعيين لها. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم الاحد 27 سبتمبر 2020 تم وصول عربه لحوم الاضاحي لمديريه اوقاف كفر الشيخ، وذلك محمله باربعه طن لحوم، لتصبح جملة ما وصل إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ 25 طن من تاريخ التوزيع حتى اليوم، وذلك لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا. ونشكر معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الذي سن هذه السنة الحسنة، جعله الله في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحد 27/9/2020، دي الدفعة رقم 12 اللي بتجيلنا من الوزارة، مقدارها النهاردة 4 طن لحمة. يبقى كده وصلنا لحد الآن 46، لأن كان في دفعتين 3 طن، وعلى بركة الله نبدأ التوزيع.